هل ابر معالجه الحساسيه بتفطر؟ جميع الابر العلاجيه لا تفطر الصائم الا الابر المغذيه التي تقوم مقام الطعام والشراب، ما عدا هذه الحمد لله على توسعته على عباده جميع الابر العلاجيه لا تفطر الصائم، والحمد لله على رحمته وتوسعته لا يستثنى من هذا الا المحاليل التي هي بتتعلق دي المريض لكي تقوم مقام الطعام والشراب.